عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع وزراء البترول والمالية والتجارة والصناعة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة محطات الخدمة لتموين السيارات بالغاز. طبعا حضراتكم عارفين أن دي مبادرة كانت أطلقت لتحويل السيارات بالعمل بالغاز الطبيعي، نظرا لأن إحنا بقينا دولة زي ما بيقال عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز، ونوجه أو نشتغل على خفض هذه المخصصات، مخصصات الدعم تحديدا الموجهة لدعم المنتجات البترولية السائلة لمجالات أو قطاعات تانية في الدولة. الدكتور مدبولي هنا اتكلم على فكرة التوسع في إقامة محطات جديدة لتموين السيارات اللي بتشتغل بالغاز الطبيعي ومحطات شحن السيارات الكهربائية، لأن ده كمان توجه للدولة لاستيراد السيارات اللي بتشتغل بالكهرباء وحتى تصنيعها هنا في الدولة وتجهيز البنية التحتية لهذا الإطار. خلونا نستقبل عبر الهاتف مزيد من التفاصيل الأستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية. أستاذ حمدي أهلا بك. أهلا وسهلا. في إطار حديث رئيس الوزراء النهاردة وإطار المبادرة الحالية للدولة المصرية شغالة عليها، إحنا وصلنا لفين يا فندم على مستوى الجمهورية من حيث الأرقام بالنسبة لمحطات الغاز، وهل عندكم رقم أيضا لعدد السيارات تقريبا اللي تحولت من بنزين لغاز؟ بص حضرتك، أن عدد العربيات تشتغل في الوقود المستوى بنزين وغاز طبيعي حتى الآن أكثر من 300,000 عربية. عدد المحطات تشتغل بتمون الغاز الطبيعي السيارات بالغاز الطبيعي أكثر من 210 محطة على مستوى الجمهورية. في مراكز تحويل حوالي 80 مركز تحويل. طبعا في إطار المبادرة الرئاسية اللي تم إطلاقها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بتستهدف تعظيم استخدامات الغاز الطبيعي في مختلف نواحي، سواء غاز طبيعي في المنازل سواء في السيارات، فبالتالي هناك حاليا دلوقتي مشروع قومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ايضا فيما يتعلق زي ما حضرتك قلت برضك وحول الى استخدام الكهرباء كوقود في السيارات، لكن في اطار ان احنا عندنا دلوقتي وفره في الغاز الطبيعي، عندنا حققنا الاكتفاء الذاتي في 2018 في اغسطس 2018. حاليا عندنا دلوقتي فائض يتم تصدير كميات من الغاز للخارج، بس طبعا احنا عارفين ان الاسعار العالميه للغاز منخفضه، فبالتالي استراتيجيه الوزير المهندس طارق المولى وزير الثروه المعدنيه ان احنا عايزين نحقق قيمه مضافه من الثروات اللي بنحظى بها مصر من الغاز الطبيعي. فلذلك هناك حاليا دلوقتي خطه طموح على اساس ان احنا يتم انشاء التوسع في انشاء المحطات للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ودي خطه طموحه جدا. طبعا بيتم حاليا دلوقتي متابعتها سواء من قبل المهندس طارق فيما يتعلق. بس اسمح لي استاذ حمدي عزيز اسال حضرتك، 330,000 سياره تقريبا تحولت للعمل بالغاز الطبيعي، هل الرقم مرضي بالنسبة لحضراتكم؟ وإيه عمليات التحفيز اللي حضراتكم شغالين عليها لزيادة هذا العدد؟ لا طبعا الرقم ده مش مرضي، بس طبعا في أسباب كثيرة كانت بتحد من استخداماته في أو في بداية في على قائمة هذه الأسباب، إن ما كانش في حضرتك فيما يتعلق بالتسعير. طبعا كان في الغاز الطبيعي والبنزين او السولار، طبعا كان ما فيش فرق، الفرق كان بسيط جدا، فبالتالي لم يكن يغري المستهلكين للتحول من البنزين للغاز، لكن مع اعاده هيكله التسعير وزياده اسعار البنزين او السولار وفقا للتكلفه أصبح هناك دلوقتي فارق كبير. الغاز المتر اللي هو بيعادل لتر غاز لتر بنزين حوالي 3.5 جنيه، بالمقابل في بنزين 80، في بنزين 80 ضعف على بنزين 92 أكثر كثيرا، 95 أكثر كثيرا، فبالتالي أنت عملتي إغراءات للناس تقدر تروح تغير المحرك بتاعها من بنزين إلى غاز، واحنا عارفين الغاز كوقود يتميز بارتفاع الرقم الاكتيني بتاعه، حقق اداء افضل للمحرك
الاضافه للمزارع هي في المزارع الاقتصاديه في مزارع ايه؟ ايضا من ضمن التحفيز دلوقتي ان في تقسيط فيما يتعلق بتكلفه التحويل، في تقسيط للشركات اللي بتشتغل في هذا المجال بتعمل تقسيط للافراد، وايضا فيما يتعلق برضه احنا بنقول ان احنا المبادره تستهدف ايضا التوسع في تحويل العربيات او الميكروباصات اللي مضى عليها عدد من السنوات، بحيث ان احنا عارفين ان دي السيارات دي بتستخدم السولار كثيرا او بتستخدم البنزين كثيرا، تبقى متهالكه بشكل كبير. استاذ حمدي، السؤال الاخير لحضرتك، استغل وجود حضرتك معايا سريعا بعد اذنك، في خطه طبعا طموحه جدا لدخول الغاز لكل الجمهوريه، وصلنا لفين لده؟ لا، فيما يتعلق بالغاز الطبيعي للمنازل الخطه طموحه جدا، احنا دلوقتي بنوصل اكثر من مليون وحده سكنيه كل سنه، تقريبا 1.2 كمان مليون و200 الف. الخطه ان احنا بنستهدف ان احنا نغطي كل المناطق الجمهوريه والمساكن الصالحه للتحويل، حتى فيما يتعلق بمنطقه الوادي الجديد، محافظه الوادي الجديد. طبعا احنا عارفين ان دي محافظات شاسعه. المهندس طارق المولى من خلال الاجتماعات اللي تمت الاخيره تم الاتفاق ان يتم توصيل الغاز الطبيعي لمساكن ووحدات سكنيه في الوادي الجديد من خلال تكنولوجي جديد اسمه الغاز المطبوخ. يتم توصيل الغاز الطبيعي الى هذه المحافظه، لان طبعا الشبكه ما تقدرش تمد خط انابيب للغاز الطبيعي الشبكه من المساحات الشاسعه، اللي يتم نقل الغاز ثم يتم ضخه في الشبكه الموجوده في محافظه الوادي الجديد، فبالتالي تقدري اهالينا هناك في محافظه الوادي الجديد يقدروا يستمتعوا بالغاز الطبيعي الموجود عندهم ويحقق لهم قيمه مضافه، في نفس الوقت نقلل استهلاك البوتاجاز اللي بيتم اشتراك جزء كبير منه حوالي 50% من الخارج. نعم. بالتالي انت بتقللي عجز الموازنه بتاعتك، بتقدري تقللي تكلفه الاستيراد بالنسبه للغاز. في نفس الوقت احنا بنستخدم غاز نظيف هيؤثر تاثيرا ايجابيا على صحة. شكرا ليك يا استاذ حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزاره البترول والثروه المعدنيه.